مهم جدا ان احنا لازم يكون عندنا غلاية. طبعا ما فيش احسن من الكنكة والبراد اللي احنا نغليه على البوتاجاز، على الاقل الكاتل بيسحب كهرباء جامدة جدا جدا. واحد كهربائي جالنا قال زي التكييف، زي التكييف في سحب الكهرباء، فضروري يا جماعة ان احنا ما نسيبوش في الكهرباء، ما نسيبش الفيشة في الكهرباء، لازم نشيلها. كل ما نحب نغلي شوية مية نحطها وبعدين نشيل الفيشة على طول. مهم جدا دلوقتي. حلو، حلو، يستاهل ان احنا نجيبه، يستاهل ان انتوا تجيبوه. هاتوا براون، هاتوا الحاجة غالية مرة واحدة علشان ما تتعبوش وكل شوية تغيروا الكهرباء بس. لكن في السرعة ده، في الكمية الكبيرة ده، انا لما بحب اغلي مية او اسلق حاجة على طول اغلي ميه في ده واحط في الحل على البوتاجاز على طول. بعد كده الكبه. انا طبعا زي ما انتوا عارفين ان انا كان عندي كبه ومازال كبه مونوليكس، جبتها هي والخلاط والعجان والمضرب، بس مونوليكس باظت فاشله. اي كبه ما بتفرمش اللحمه، ما بتفرمش اللحمه. عايزين تفرموا اللحمه هاتوا مفرمه. الكبه دي احسن من كبه مونوليكس 100 مره. دي لما بتسخن بتفصل لوحدها. ساشو تركي دوبل. بصوا يا جماعه، عشان في حد ناس سالتني كتير قوي عايزين تشغلوا الحاجه لازم تكون مغطيه السلاح. لازم تكون مغطيه السلاح وحطوا فيها لما تيجوا تضربوا اضربوا شويه وقفوا، اضربوا شويه وقفوا، مش تفضلوا متواصل. لا، يبقى لازم الحاجه او الحاجات الاكل اللي انتوا حاطينها تكون مغطيه السلاح. لما تيجوا تضربوا اضربوا واحده واحده. لقيتوهم ما تتحركش بمعلقه وحركوا انتوا. وكل ما تكون سائله كل ما تكون احسن، فيها شويه شويه سائل عشان تحرك الدنيا تحت، ما تخافوش. حلوه بتاع كبه مونوليكس الفاشله اللي ما بتفرمش اللحمه، مهمه بس بنسبه كام؟ بنسبه 50%. شوفوا بقى انتوا عايزين تشتروها ولا لا. في دلوقتي كبات رخيصه وكبات غاليه. انا من رايي انكم لما تجيبوا الحاجه غاليه احسن تعيش وتفضل على طول معاكم. العصاره، عصاره براون دي انا ما اشتريتهاش، دي جاتلي. التوستر، التوستر بتاع تحميص التوست براون برضو، ده برضو جالي انا ما اشتريتهوش. حلو، هو حلو للناس اللي بتعمل توست على طول او بتشتري توست وعايزين يحمصوا الدنيا. مفيد في البيت. هو عندي ملوش اي ستين لازمه، ملوش اي ستين لازمه لاني ما بحمصش توست. انا اصلا مش بجيب توست. كويس، حلو. كنا نشتريه بنسبه صفر. لو انتوا بتحبوا التوست وبتحبوه محمص هاتوه، لكن غير كده ملوش اي ستين لازمه. المضرب، المضرب مهم بنسبه 60%. مهم يعني نشتريه هاتوه، مش وحش، شغال عشان الكيكات وعشان الضرب والمعجنات والحاجات دي. ده مونوليكس. ده انا عندي مضرب بالعجان، استنوا هوريكم العجان. ادي العجان يا جماعه، انا بحب لما اعمل الحاجه اشيلها تاني في الاكياس بتاعتها، وادي العلبه بتاعتها، وده المضرب. بس نجيب المضرب والعجان ولا المضرب بس؟ هاتوا المضرب بس. العجان صدقوني ملوش اي لازمه، احنا بايدينا بنحرك كل حاجه اهو، ومونوليكس وفرنساوي والاصلي. هاتوا المضرب بس، ملوش اي ستين لازمه صدقوني. العجان ملوش اي ستين لازمه، هاتوا المضرب بس. مهم مهم عشان لو هتخبزوا، تعملوا كيك، تعملوا حاجه في الفرن، معجنات للاطفال في السريع انتم. مهم بنسبه كام؟ زي ما قلت لكم 60% 70%. مش وحش، مش وحش، ممكن الاستغناء عنه او ممكن الاستغناء عنه بالمضارب السلك واليدويه. واليدويه انا كتير قوي بستخدم ايدي. ايدي مالها راحت فين يعني؟ ما هي ايدي اهي زي الفل. او بالمضارب اليدويه، يعني ممكن الاستغناء عنه او ممكن الاستغناء عنه. امهاتنا زمان ما كانش عندهم المضرب وكانوا بيطلعوا المعجنات والكيكات زي الفل زي الفل. من الحاجات برضو اللي نقدر نشتريها بنسبه 60% هي صانع الساندوتشات او الساندويتش ميكر. برضو بيحمصوا في التوست، وفي ناس عملت مره فيه بتنجان مشوي بس ما طلعش حلو قوي. اهو صغيره سمارت ميد ان شاينا، حلوه حلوه. في ناس شفت، في ناس بتحمر فيها معجنات، في ناس بتعمل فيها تحمير بقى اكل مثلا بديله للجريل. ممكن استغناء عنها، ممكن استغناء عنها بسهوله، بسهوله جدا يعني ملهاش لازمه. لو انت عايزه تريحي نفسك هاتيها. هو جريل كمان
جرل. عايزه تريحي نفسك هاتيها، رخيصه جدا رخيصه جدا، من ماركات كتيره. دي ماركه، انا دي جات لي هديه، دي جات لي هديه، استخدمتها مرتين بالظبط، مرتين بالظبط. حلوة قوي عشان اطفال نحمص فيهم الساندوتش، الساندوتش كده يبقى نص ساندوتش فينو، واحطه هنا واقفل يطلع الساندوتش كأنه لازق في بعضه زي الفول للاطفال. لكن غير كده مش هتطلعي كل شويه وتفتحي وتحمري، مش هتفتحي وتشوي، مش هتفتحي لا، هي للساندوتشات وخلاص للاطفال اللي ليها لازمه بنسبه 50%، خلينا نقول 50% بس كده. ممكن الاستغناء عنها؟ اه طبعا بسهوله جدا تستغني عنها، ملهاش لازمه، ممكن كمان في بيتك. اخر حاجة ملهاش برضو 60 لازمة، اللي هي صنيعة المكرونة والحاجات الرفيعة والمعجنات الرفيعة made in Italy زي ما انتم شايفين. دي كانت في بيت جدتي، دي كانت عند جدتي، وكنا بنعمل بيها مكرونة او اللي هي مخروطة ولا القدوسية، صدقيني ما اعرف. ده كنا بنقطعها رفيع وكنا بنسيبها ايه، كنا بنسيبهم ينشفوا. ملهاش اي 60 لازمة. دي برضو جاتلي، هي مش هدية بس حد ادهالي، حد من العيلة يعني ادهالي، ومركونة ومرمية، انا ما فتحتهاش اصلا، ما فتحتها. دي الاجهزة اللي ممكن الاستغناء عنها، التوستر، العصارة، صناعة الساندوتشات بتاعت المكرونة، والمضرب. التوستر دي لو انت عندك توست وبتحبي على طول تعملي توست هاتيه، العصارة لو انت من محبي العصارة الفريش الهيلثي هاتيها، لو انت بتعملي الساندوتشات على طول على طول على طول الاطفال هاتيها، لو انت بتحبي تعملي المكرونات والمعجنات وبتصنعيها بايدك هاتيها. ده لو انت على طول برضو المعجنات والكيكات هاتي المضرب، بس المضرب احنا بنستعين بيه، بنعوض بايدينا او بالمضرب اليدوي. يعني انا هو عندي المضرب اهو الكهرباء، و بستخدم على طول المضرب اليدوي، والمعجنات الجامده بستخدمها ايه، بستخدمها بايدي. ممكن الاستغناء عنهم او ممكن الاستغناء عنهم. ارحموا نفسكم يا جماعه، العرايس والعرسان، ما نقولش انت عروسه لازم يكون عندك ده وده وده وده، ما تبقيش اقل من كذا وما تبقيش اقل من كذا، جابت 20 جهاز ولا 25 جهاز ولا 10 اجهزه، دي عندها وعندها وعندها. حرام عليكم يا جماعه، هاتوا على قد فلوسكم، ما لهمش اي لازمه، اهو مرميين مرميين يا جماعه مرميين. صح اغلبهم انا ما جبتهوش، لكن الدفع برضو فيهم فلوس في الاول، الدفع برضو فيهم فلوس، وفي الاخر مرميين في الدولاب وما ما بستخدمهمش باي حاجه. دلوقتي احط الاجهزه الكهربائيه الصغيره اللي لازم يكون عندك في البيت، وكمان لو عندك عجان برضو ايه يعتبر من ضمنهم الاجهزه اللي لازم تكون عندك. 1 الخلاط، 2 البويلر او الكاتل، 3 بنسبة 70% الكبة، 4 البوتاجاز بس مش تكنوجاز، اي ماركة تاني غير تكنوجاز، 5 الفلتر، مهم زي التلاجة والبوتاجاز، الفلتر مهم جدا، 6 التلاجة، التلاجة والبوتاجاز والخلاط اهم اجهزة لازم تكون في مطبخك. انا بتكلم عن اجهزة المطبخ فقط، اجهزة المطبخ فقط مهم قوي طبعا. 7 الميكرويف بقى مهم جدا يا جماعه عشان التسخين، يا اما مايكرويف يا اما فيه توستر شارب، يا اما مايكرويف، مايكرويفات صغيره مهمه جدا مهمه. اتمنى ان انا اكون فدتكم. ماركه ال جي حلوه في الميكرويف، هاتوها. اتمنى ان انا اكون فدتكم وقلت لكم تجربتي وخلاصه 4 سنين، تجيبوا ايه وما تجيبوش ايه. لو انتم مش قادرين تجيبوا حاجة يا جماعة حوشوا، هات لخطيبتك هدايا اجهزة كهربائية، ما تروحش تجيب لها برفان ودبدوب ومكياج وهدوم، لا، هات لها اجهزة كهربائية، هات لها كبة، هات لها خلاط، هات لها كاتل بويلر، حوشوا وهاتوا مايكروويف من الكماليات. انا ما عنديش هاند بلندر وما عنديش غسالة اطباق، مش هجيب غسالة اطباق لان انا ايدي بتغسل اسرع، انا بوفر في المية، بوفر في المسحوق اللي بعمل بيه. غسالة الاطباق بيقولوا اكتر من ساعتين ونص لولا ما الحاجة بتنضف، وفي حاجات معينة ما تدخلش غسالة الاطباق، فانا بالنسبة لي غسالة الاطباق مش عملية فمش هشتريها. الهاند بلندر مش عندي، بس بستعيد بالخلاط، بالكبة، بالمضرب، انا عندي مضرب يدوي وعندي المضرب الكهربائي،
وعندي العجان وعندي كبة، في كبة منهم باظت. كل دول انا اقدر استخدمه بدل الهاند بلندر. بالراحة لنفسكم، وهاتوا اجازة حلوة واجازة غالية بحيث ما تبوظش منكم، ما تجيبوهاش نص نص وماركة اي كلام. اتمنى ان اكون فدتكم. متنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك الفيديو، مستنية تعليقاتكم، ويستنوني في ريفيو جديد عن التلاجة. هعمل لكم ريفيو عن التلاجة.